أشرف وزير العدل السيد محمد بن عبد القادر على تدشين ملحقة المحكمة التجارية بالدار البيضاء المخصصة لاحتضان السجل التجاري، ويندرج هذا المشروع الذي بلغت كلفته الإجمالية 5,911,774 درهم في إطار تنفيذ مخطط وزارة العدل الرامي إلى تأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة. بالنسبة للسجل التجاري، أنه كان في محكمة تجارية في مسجد سيدي عثمان، والآن انتقل إلى هذه المعلمة التي ترونها بأنها تليق بمصلحة السجل التجاري وبين الأطر والموظفين ديال مصلحة السجل التجاري، لأن يدر هذه مصلحة السجل التجاري على الدولة مداخل مهمة سنويا، سواء بالإداء إنشاء الشركات بالنسبة تسجيل التجار أو بالنسبة للشركات أو بالنسبة لإداء القواعد التركيبية أو بالنسبة للتعديلات والتغييرات التي تكون. بناية جديدة جاءت في إطار استراتيجية وزارة العدل للتجهيز ولرقمنات وللرقي بمنظومة البنية التحتية لوزارة العدل على مستوى جميع الدوائر القضائية. وكما كتعلمون، الدوائر القضائية الدار البيضاء هي دائرة استثنائية نظرا لحجمها، لكثرة قضاياها وكثرة تفرعاتها. وحضر حفل التدشين على الخصوص والي جهة الدار البيضاء أسطات وعامل عمالة الدار البيضاء وعامل عمالة مقاطعة أنفا والوكيل العام لمحكمة الاستئناف وعدد من المسؤولين القضائيين.